أهلا بكم. مع تعيين المبعوث الأمريكي الجديد أموس هوكشتاين عاد الزخم إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وإمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية وإشراف الأمم المتحدة، وعليه سلسلة أسئلة تطرح: ما هو مصير المرسوم 6433؟ هل ستشهد المفاوضات اجتماعات جديدة لاستكمال النقاش؟ ومن أي نقطة ستستكمل أم سيستعاد عنها بزيارات مكوكية من المبعوث الأمريكي؟ هذه الأسئلة وطبعا أسئلة غيرها أطرحها اليوم على ضيفي في برنامج لبنان اليوم دكتور شربل سكاف، أستاذ جامعي وخبير في شؤون النفط والغاز. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك، تحية إليك وللمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عدنا عم نحكي بموضوع حدود البحرية واستئنافها مع تعيين مبعوث أمريكي جديد، مرسوم 6433 وغيره، أكيد رح نحاول كل الحلقة نحكي فيهم. هل اليوم نحن رايحين على إعادة استئناف هذه المفاوضات برأيك أو بعد مش جاهزة؟ يعني أموس هوكشتاين هو مبعوث قديم جديد، لأنه هو استلم التفاوض من بعد فريد هوف، يعني منذ حوالي أواخر عام 2012 إلى بداية عهد دونالد ترامب. اشتغل بالملف حوالي 4 سنوات وعمل كذا زيارة إلى لبنان، يعني أكثر من 4 5 زيارات إلى مسؤولين لبنانيين، وكان هو حتى في شغلة كتير مهمة لازم نضوي عليها، يعني كان هو مساعده أو إيده اليمين لجو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي تحت ولاية الرئيس أوباما. فإذا هوكشتاين هو يدرك جيدا ويلم جيدا بملف شرق المتوسط، وهو كان طلع وقتها بنظرية اليونيتايزيشن أو تقاسم الموارد، يعني نحن اليوم المنطقة المتنازع عليها بدل ما نرسم حدود ترسيم نهائي منيجي نحن بنوكل الشركة، الشركة بتطلع الموارد الطبيعية وبتكون بتوزيعها حسب آلية معينة يتفق عليها لاحقا. اليوم ما في شك الدولة اللبنانية قدام تحدي كبير، يعني أول شيء نحن عم ندفع ثمن كبير بالنسبة لعدم أخذنا للقرار، يعني نحن اليوم فوتنا كثير من الفرص منذ عام 2007 لغاية اليوم. الدولة اللبنانية عليها أن تحزم أمرها. المرسوم 6433 شو أهميته؟ ولا ضروري يعني نشرح للناس شو أهميته. نحن أول شيء نحن اليوم عم نفاوض تحت علم الأمم المتحدة وبرعاية الأمم المتحدة حتى لو كان الوسيط الأمريكي موجود وحاضر. طيب فإذا أنا اليوم عم فاوض برعاية الأمم المتحدة، الاحتكام إلى القانون الدولي هو أساس. ما في أنا أكون عم فاوض تحت علم الأمم المتحدة وما يكون عندي مرجعية دولية استند لها. القانون الدولي واضح، شفنا كذا أمثلة مؤخرة، هو إذا بدك النزاع بين كينيا وبين الصومال. القانون الدولي حكم لصالح الصومال بقضية مشابهة للقضية اللبنانية. فإذا اليوم الموضوع المرسوم 6433 على الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين بدوا يقولون لنا بكل صراحة تفضلوا عدلوا هالمرسوم، إذا ما بدهم يعدلوا لا ما بدهم يعدلوا، بدهم يقنعونا بالأسباب الموجبة لعدم التعديل، لأنه سنداً للقانون الدولي اللبناني يحق له، سنداً لدراسة مكتب الهيدروغرافي البريطاني للبحار يحق له، سنداً لهيدروغرافيا الجيش، يعني اليوم هيدروغرافيا الجيش هي صبحت من ضمن مجموعة الهيدروغرافيا العالمية، عندها كل الإمكانيات والمعرفة التقنية والعلمية والخبرة الكافية لحتى كمان هي تعطي رأي ورأي يكون يستند إلى كل الأعراف والعلم. فإذا اليوم المسؤولين اللبنانيين بدهم ياخذوا قرار، بدكم تعدلوا هالمرسوم، نحن مع تعديل المرسوم 100%، ما بدكم تعدلوا هالمرسوم بدكم تقولوا لنا لا وتصارحوا الراي العام اللبناني لا ما بدكم تعدلوا المرسوم، مع الاشاره انه عدم تعديل المرسوم يعني اخر شيء اليوم هالدوله بدها تحزم امرها. معش بقى تضيع علينا فرص 2007 لغايه اليوم بعدنا حفرنا بير واحد كان لازم، يعني اقرينا السياسه النفطيه بال 2007 اخذت معنا 3 سنين تخيل ستريمان لحتى عملنا القانون 132، رجعنا سنتين لعينا الهيئة المشرفة على قطاع النفط، رجعنا 2013 أطلقنا دورة التراخيص الأولى، طارت وقت حكومة الرئيس مئاتي وتأخر كل ملف التنقيب ل 2017-2018 طلع بوجنا أزمة كوفيد وكورونا يلي كمان لخبطت كل قطاع النفط والغاز في العالم. اليوم قدام لبنان مع أنه إذا بدك الغلاء النفط هو عم بيضرنا كتير بالموضوع الاقتصادي بسعر المحروقات خاصة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي عم يعيشها البلد، إنما هو كمان opportunity وفرصة لحتى الحكومة بقى تحسم أمرها وتحط استراتيجية واضحة لحتى نقدر نبلش نستفيد. هل برأيك اليوم إذا رحنا على تعديل مرسوم 6433 قد ايه رح يكونوا راضين الأمريكان؟ واليوم ما يحكى إنه نحن حتى الأمريكان يرجعوا يقبلوا إنه هن يستأنفوا ويكونوا الوسيط بيناتنا، ما رح يقبلوا إنه نمضي 6433. هون نقطة أساسية، لأنه بالأساس عدم تعديل مرسوم 6433 هو هدفه إذا بدك عدم إزعاج الأمريكيين. طيب نحن اليوم مع علاقات جيدة مع الأمريكيين، الأمريكيين عم بيساعدوا لبنان بكذا مدار، كان عبر USAID أو كان مساعدات عسكرية للجيش اللبناني إلى آخره، بس اليوم بدنا نقاش جدي مع الأمريكيين، يا عمي أنتم اليوم بدل ما تساعدونا بصندوق نقد وغير صندوق نقد، خلينا نرسم حدودنا، خلينا نبين حقنا، يعني الخط 29 هو تبيين حق.
وبنبقى وبنخلي باب التفاوض مفتوح. يعني اليوم الوسيط الامريكي كمان ممكن يقدم لك شيء طرح مبتكر، طرح جديد، اذا بدك طرح بين 29 و 23 فليكن. هن اعتمدوا، هن اصلا كان في مشكل ترسيم حدود بحريه بينه وبين كندا على جزيره اسمها ماين، اعتمدوا حل وسط اذا بدك اللي هو بيقتضي باعطاء نص وزن. يعني نحن اليوم المشكل شو المشكل ستريمان؟ المشكل انه في جزيره اسرائيليه غير مأهوله، مساحتها ما بتطلع مساحه بسين اولمبيك، يعني مساحتها تقريبا 20 60 متر، عم تخسرك تقريبا حوالي 1800 كيلومتر. فليتفضل الامريكي يعطي حل وسط كما عمل مع كندا، يعني اعطوا لجزيره ماين نص تقل وحلوا المشكل بينه وبين الكندي. فاذا اليوم الحلول وابتكار الحلول ممكن، انما الخط 29 هو حق، فلنبين هذا الحق ونبقي على باب التفاوض مفتوحه. مش معناتها اذا نحن قلنا حدودنا الخط 29 معناتها نحن صرنا بحاله عداء مع الامريكي او 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 مع الامم المتحده او او مع مع الغرب. لا، نحن عم نبين حقنا. يعني انت اليوم اذا شخصين مختلفين ببينوا حقهم وبعدين بيتوصلوا لحل منصف تسوى بين اثنين. صحيح. طيب. صحيح. اليوم كمان نحن قدام يا اما استئناف المفاوضات المباشره حسب ما عم نحكي غير مباشره، او عم نحكي عن زيارات عم بتكون مكوكيه بين اسرائيل وهيدا، والبعض بيقول انه هيدي الزيارات من شأنها انه تعطي اسرائيل وقت، لانه اسرائيل بلشت حكيوا مع الامريكان والامريكان عم ببلشوا بهالي. هلا هو ما في شك الاسرائيلي اعتمد سياسه المماطله من 2010. يعني لانه نحن بنذكر حق الكريش بدات مصحاته الزلزاليه بال 2010، التنقيب فيه بلش بال 2012، الحفر البير الاولى بكيت بال 2013، بدا الاكسبلوتاسيون او الاستثمار بال 2018، وحاليا عم بيطور هالحقول كلها سوا. يعني عندك اليوم حق الكريش الجنوبي، حق الكريش الشمالي، وقع عقد مع شركه انرجين يلي هي كمان بدوره عم يتعاقد مع شركه هاليبرتون يلي نص على حفر 5 ابار. فاذا كل هالسرد هيدا هدفه يبين مثل ما تفضلت انه الاسرائيلي اليوم يمتهن ومتمكن وهو شغلته اذا بدك اضاعه الوقت. لا، لانه اخر شيء عم بيحفر بس عم يستفيد. ما هيدي اذا انت اليوم ما توصلتي لحل سريع يجب فورا تعديل المرسوم. حتى هيدا عم يضغط على لبنان. صحيح، لانه هيدي حتى بس نشرح للمشاهدين شو اهميه تعديل المرسوم. اهميه تعديل المرسوم انت بتحولي هالمنطقه لمنطقه نزاع. اذا حولتيها لمنطقه نزاع بتكوني زدتي المخاطر تبع الشركات المنقبه، يعني شركه انرجين وهاليبرتون. شو يعني مخاطر؟ مخاطر يعني ريسك بالفرنسي. شو معنات ريسك؟ يعني اليوم الشركة حتى تنقب بدها تعمل أسيرانس لشغلها، بدها تجيب خطوط ائتمانية من المصارف، بدها تعمل يعني عندك مخاطر أوبراسيونال، هي بسموها مخاطر أمنية أوبراسيونال تشغيلية ائتمانية. كل هيدي إذا صارت منطقة نزاع الشركات ما فيها تكفي، ساعتها هي رح تضغط على حكومة العدو لحتى تحط عليها ضغط لحتى تروح لتلاقي حل عبر الامريكي مع الدوله اللبنانيه. فاذا لبنان اليوم او بده يمشي بحل او بده يعدل المرسوم 6433 يلي هو برجع بقول هو حق، فلنبين هذا الحق، فلنثبت هذا الحق ونبقي على باب التفاوض مفتوح. طيب قد في امل اليوم برايك؟ لانه اولا رئيس الجمهوريه كان متحجج بموضوع الحكومه، حتى اليوم هيدي الحكومه برئيس مقاتل هي اللي عملت 6433، ما بعرف قد ايه فريق الرئيس مقاتل مستعد اعاده النظر، واكيد في موضوع الامريكان. يعني اليوم من وصل الطبقه السياسيه اللبنانيه غير متحمسين لتعديل المرسوم 6433، وهون بهيدا بحط قدام مسؤوليه. بدها تقول لنا لا، شو القطب المخفي؟ شو عندها هي شيء مخبأ؟ اذا هي عم تشتغل اليوم عندها اجندة معينة فليكن، بس قلنا شيء شو الخطة؟ يعني اليوم الوفد المفاوض قدم خطة متكاملة لرئيس الجمهورية، وبدور هالخطة هيدي رفعت إلى أمين عام لمجلس الوزراء وإلى الوزراء المعنيين. الخطة هي فيها استراتيجية كاملة للتفاوض، بتلخص المرحلة السابقة وبتبين المصلحة الدولة اللبنانية الاستراتيجية، وبتبين كمان أنه الإسرائيلي سيتابع بمنهجيته يلي كان هو متعود عليها واللي بتقتضي هي بالمماطل وبضاعة الوقت. فإذا اليوم إذا ما بدهم يعدلوا المرسوم بدهم يقولوا لنا شو الخطة البديلة. ما فيهم يبقوا بالمنطقة الجري، يعني بالفلو، ما فينا نبقى بالفلو. بأي منطقة بده يروح بكرة الوفد المفاوض بحال ما عدلنا 6433؟ بده يرجع يروح يطالب بالخط ال 29 أو لا؟ ما هو هون كمان في مفارقة ما حكينا فيها. يعني نحن الوفد المفاوض لم يطالب بالخط 29 إلا بعد أن صدر بيان عن رئاسة الجمهورية ب 13/10/2020، يعني قبل بنهار من بدء التفاوض. يعني ما راح الوفد المفاوض يعني كان في تبني من رئاسة الجمهورية لهالموضوع. طبعا في بيان صادر، بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 13/10/2020، يعني قبل بنهار من بدء التفاوض، نص على ثوابت الخط 29، يعني رأس النقورة، بولينيوكوم، واتفاقية الهدنة. بعدين صار في تغيير بالمواقف. بعدين طبعا. طب كيف بده يكفي الوفد هلا؟ بده يتبنى ال 29 أو شو؟ بدأ إعادة توضيح. يعني اليوم آخر شيء يعني الدولة اللبنانية هي التي تفاوض، الوافد هو بالمنطق
بده يمثل رأي السلطة اللبنانية. السلطة اللبنانية اليوم إذا ما بدها تكفي بالخط 29 ساعتها بدها هي ترجع تتبنى النقطة 23 يلي هي أنا بقول لك إياها بكل صراحة النقطة 23 نقطة من كل النواحي القانونية ما فيك تدافع عنها. الخط 29 خط غير ثابت يعني ما حتى 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 الحكم يلي صدر بين الصومال وبين كينيا اعتمد نقطة انطلاق برية يعني نفس الاشكاليه يعني عندهم اشكاليه وعندهم هيدي الصخره هي ذاتها عندهم صخور اذا بدك غير مأهوله يعني وكان عندهم اشكاليه انه نحن منبلش الخط او شيء يعني هو ثلاث ثوابت ثبتها الحكم اعتماد خط الوسط اعتماد انطلاق بريه لخط الوسط يلي هي الاساس انه الخط 23 نقطه انطلاقه بحريه منا بريه بينما الخط 29 هي نقطه انطلاق بريه اللي هي راس النقوره وثالثا عدم اخذ الجزر الغير مأهوله بعين الاعتبار سندا للماده 121 من قانون البحار يعني هيدا يفترض نستند عليه لنحن طبعا يعني تخيل الصومال يعني بالقانون الدولي الصومال تعتبر دوله منحله اتفقيه طيب اذا اليوم الصومال راح على محكمه العدل الدوليه وقدر يستحصل على حكم لصالحه فاذا الدوله اللبنانيه ليش عم بقول لك اليوم اذا هن موضوع الامريكي بيزعجوا طيب فليذهبوا الى القضاء الدولي يعني نحن كمان محكمه العدل الدوليه ما عندنا ثقه فيها لا كثير هيك بساعتها بتصير فاذا متى بيصير الذهاب الى العداله الدوليه والخيار هلا في حال فشل لما نرجع نوقف المفاوضات انت اليوم فيك تذهبي اليوم لمحكمه العدل الدوليه انما هذا هالمسار بده وقت هلا اذا انت ممكن يعني كل نزاع اذا بتحكي يعني احنا عندنا خيارين يا مفاوضات اللي كانت عم بتصير قبل يا بروح على محكمه العدل بس طب. مع بعضهم ما بيمشوا ما فينا نكون عم نفاوض بس بنفس الوقت رافعين دعوه مجلس اكيد ساعتها يعني انت تجيه الوسيط الامريكي معش تزبط لانه انت اليوم رحت لمحكمه العدل الدوليه وبنفس الوقت الوسيط الامريكي عم بيروح ويجي هلا ممكن انت كمان يعني ما في شيء بيمنع تعمل اثنين بس اكيد ساعتها الوسيط الامريكي ما راح يكون متقبل الفكره اكيد بطبيعه الحال قد ايه الطرح اللي حكيت عنه قبل شوي هوكستاين انه بموضوع شركة تكون هي وتم تقاسم هذه الموارد حسب ما نفهم بالجو انه هو ما حكى بالموضوع هالمره بزيارته الى لبنان للحقيقه الجو كان ايجابي يعني هوكشتاين كان جو ايجابي والمفاوض اللبناني او اذا بدك كل الجهات الرسميه اللبنانيه ابت استعداد للعوده للمفاوضات انما ما صار في حكي بالتفاصيل الدقيقه يعني اللي هي بيت الاصيل لانه اخر شيء يعني بدك انت جدول اعمال لهالتفاوض اذا بدك كانت جوله جسنبط جولة استعادة المبادرة جولة تأكيد مرة جديدة إنه كان مستمع أكثر ما كان صحيح عنده صحيح وهذه إذا بدك جولة تؤكد مرة جديدة أنه الأمريكي معني بموارد الشرق الأوسط لأنه كمان ما بدنا ننسى شغلة يعني اليوم الموارد الشرق المتوسط شو عندها أهمية استراتيجية كان بالنسبة لأوروبا أو كان بالنسبة لأمريكا لأنه هي بتقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي يعني اليوم أوروبا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي فإذا كل مورد جديد تبحث عن مورد هو جديد. مرحب به له أبعاد جيوبوليتيك وجيوسياسية جدا جدا مهمة بيهتم فيها الأوروبي كونه معني بالدرجة الأولى وبيهتم فيها الأمريكي لأنه آخر شيء أوروبا هي حليف استراتيجي لأنه ما بده تكون معتمدة بشكل أساسي على موارد الغاز الروسي طيب نحن اليوم إذا بدنا نحكي بكل هذه الاستراتيجية وحكيت أنه كتير ضيعنا فرص صحيح كلبنانيين بس نحن وصلنا لمرحلة كان في اتفاق مع ثلاث شرك نوفاتيك وتوتال وعلى أساس كنا بنبلش وفجأة ما عدنا عرفنا شيء لا عرفنا شو صار ولا ما عرفنا ليه فلت شركة توتال هون مين مسؤول؟ لا هون في عقد اي بي اي يعني اكسبلوريشن برودكشن اجريمنت موقع بين شركة توتال بين كونسورتيوم توتال نوفاتيك واني وبين الدولة اللبنانية هالعقد هيدا اذا بدك فيه ديدلاينز واضحين هلا هن توتال استندوا لموضوع تعليق المهل لحتى اخروا الحفر بالبلوك رقم 9 انما كمان اذا بدك يعني اليوم العقد طبعا هو يرعى العلاقه القانونيه بين 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 اطرافه انما كمان في شيء سياسي يعني اليوم الشركات الاوروبيه حضورها بالبحر اللبناني له بعد سياسي وهون اذا بدك كمان يعني نحن اليوم تجمعنا بفرنسا اكثر من علاقات ممتازه والفرنسويين هن كانوا قوه ضغط اساسيه لتشكيل حكومه الرئيس مئات فلنحكي ايضا مع الفرنسيين يعني ما بعرف يعني اليوم الموارد الطبيعيه مش بس عملية تقنية اجت شركة نقبت وطلعت لا هي اذا بدك فيها جزء كبير منه سياسي فيها جزء كبير منه تموضع البلد استراتيجية البلد السياسية وفي جزء منها تقني فاذا اليوم نحن علاقتنا مع الكونسورتيوم هي اذا بدك في عقد يرعاها في اذا بدك في بنود جزائية يعني اذا اليوم التوتال والكونسورتيوم بده يطلع من لبنان في بند جزائي بده يدفع انما نحن يعني كلبنان ما لنا مصلحة يطلع الكونسورتيوم من عندنا وانا حتى بعتقد حتى شركة توتال يمكن عم تاخر شوي صغيره بانتظار حلول اقليمية ما او بانتظار بلورة حلول ما اذا بدك على المستوى الاقليمي او على المستوى اللبناني لانه اخر شيء فرنسا لها حضورها شرق المتوسط بس ليه بنشوف هيدا التردد الفرنسي بلبنان مقابل الامريكي راح بهاليبرتون وبلشنا علما انه هيديك منطقه متنازع عليها صح هي هيديك المنطقه القانونيه بعدها مش متنازع عليها يعني وهذا الفرق ما نحن كمان بعد ما رحنا اعترفنا نحن في اشكاليه ثانيه حكيناها يعني انت الخط 23 اذا نحن سلمنا جدلا انه هو الخط تبع حدودنا الجنوبيه
في حقل غاز كبير يعني أطلق عليه اسم حقل قانا. هالحقل غاز إذا بدك هو بيقطع بنص الخط 23، إذا توتال اليوم بدها تيجي تحفر فيه معناتها هي رح تصبح كمان عندها إشكالية قانونية مع الدولة الإسرائيلية كما حدث بحقل أفروديت. يعني حقل أفروديت لقيته الدولة القبرصية عام 2012 أو أواخر عام 2011 لحتى بلش الإكسبلتاسيون تبعه لمبارح. لا لأنه كمان حقل مشترك هو بين الأبارصة وبين الإسرائيلية والدولة الإسرائيلية عرقلت بدء الاستكشاف منه. فإذا توتال عم تشتغل على قاعدة بعد عن الشر وغني له، وهي اللي قالت شغلي بكل صراحة، هي بالنسبة لها يعني أنت كل ما تجهتي جنوباً كل ما احتمال عصور على الغاز كان أعلى. فإذا هوني إذا بدي كمان أهمية أنه لبناني بعد عن الخط 23 لحتى يشجع توتال أنه تحفر بها الحقل اللي سميني حقل قانا، لأنه هيدا حقل بيقطع بنص الخط 23. طيب هيدا حقل مشترك معناته إذا حفرت اليوم توتال لحتلي أنا بليك لحتلي توتال، يعني كل الدراسات أكدت أنه أكدت أنه في بدليل أنه إسرائيليين بلشوا. صحيح صحيح، يعني آخر شيء أنت عم تتشاركي ب ب ب بتربة ترسوبية مشتركة أنت والإسرائيلية والمصاروية والأبارصة كل الدول حدك لقيت أنت أكيد بدك تلاقي، يعني هذا المنطق بيقول هيك. بقى اليوم إذا بدك مطلوب أخذ خطوات سياسية حتى بالملف، مش كله والله أنه تكنيك، لا تكنيك كتير منيح، بس اليوم أنت بدك ترجع تحكي مع الفرنساوي، بدك كمان تبني علاقة جيدة مع المصاروي. يعني اليوم دولة مصر اليوم بالشراكة مع البنك الدولي وحتجيبنا غاز كمان موضوع الكهرباء ودار عمار يلي هو صبح حاجة إذا بدك أكثر من أساسية كتير منيح، بس إنما كمان مصر اليوم ما ننسى أنه هي عقدة الوصل تبع كل طاقة الشرق المتوسط. طيب لبنان عنده علاقة منيحة معه، خلينا نحكي معه. نحن يمكن اليوم ما فينا نكون عضو بمنتدى غاز الشرق المتوسط كونه العدو الإسرائيلي هو عضو فيه، إنما نحن فينا نبني إطار تعاون عربي مشترك. يعني المصاروي ما لنا البعد عنا إطلاقا، بل هن قوة داعمة للبنان ولا الاستقرار السياسي والاقتصادي بلبنان. طيب خلينا نحكي معهم، يعني بدها مبادرات. يعني المسؤولين اليوم عن هالملف، هيدا ملف مش بس برايك القرار عنا، يعني نحن اذا بدرنا هل راح يكون القرار عنا ولا لا؟ يمكن بترسيم الحدود انا يمكن في اعتبارات اقليميه بدي تاخذيها بعين الاعتبار، احكيها بكل صراحه. انما اليوم اذا انت بدك تقوي علاقتك بالدوله المصريه ما في شيء بيمنعك، اذا بدك تقوي انت علاقتك اليوم باليونان وبقبرص اللي هن، بس اليوم مثل ما قلت قرار شركه توتال جزء منه مش بس تقني، قرار سياسي اكيد طبعا. يعني اليوم بنرجع على نظريه جوزيف ناي اللي بتحكي عن السوفت باور، يعني الشركات الكبرى تمثل اذا بدك النفوذ والحضور القوي للدول الكبرى. يعني اليوم توتال او اني او نوفاتيك هي اذا بدك كونسورتيوم ايطالي فرنسي روسي، مش بس هي عمليه انه والله في استثمار مربح بشرق المتوسط عند الدوله اللبنانيه، لا هي كمان اذا بدك كده يمثل سياسه دوله بهذا الاطار. أكيد طبعا طبعا هيدا ما في شك فيه، يعني وهيدا مسؤوليه نحن انه نحن نبادر بهذا الموضوع. انا اؤمن بالمبادره، يعني الشخص قد ما يكون الوضع سيء اذا شخص هو قد حاله وكان متملك الملف في قلل كثير من الخسائر، وبالعكس في حد الارضيه لحتى عند يعني عند وتتنضج الحلول نقدر نحن نكون جاهزين ونبادر فورا. اليوم بلشوا الاسرائيليين مع شركه علي بيرتون عم بلشوا يبحثوا نفط، المفروض نحن كدوله لبنانيه شو مفروض نعمل حتى نوقف العمل بهذا الحقل؟ انت اذا ما عدلتي المرسوم 6433 وارسلتيه للامم المتحده يعني سندا للماده 75 من قانون البحار ما فيك تعمل شيء. بقيت ما بقى كله بيكون ضجيج اعلامي ما بيودي لمحل، لانه انت ما حولتيها لمنطقه نزاع. اخر شيء انت اليوم بلغ الامم المتحده بالنقطه 23، هلا الوفد المفاوض طالب بالنقطه 29، انما الدوله اللبنانيه لم تواكب الوفد المفاوض. يعني بنظر الامم المتحده بعدنا على 23 وبالتالي منطقه غير متنازعه. انت اليوم اذا بدك تودي انذار قانوني لشركه انرجين او هالي بيرتون شو بتقلي لها؟ انا حدودي 29 بتقلك هي وين وين وين؟ صح، بده يكون في اقرار دولي، بده يكون في اكيد، يعني انه القانون البحار واضح، يعني الدوله الساحليه بسمي لك اياها تعلن عن حدودها وتودع نسخه عند القائمه او عن الخرائط لدى الامين العام للامم المتحده. نحن ما عدلنا، يعني نحن بعدنا حدودنا عند الامم المتحده هي نقطه 23 للاسف. يعني بنهايه الامر يعني اذا ما عدلنا المرسوم ما في ضروره للتفاوض من اساسه. لا انت اليوم هو الاسرائيلي بيعتبر انه النقطه واحد هي نقطه الحدود الشماليه تبعه، يعني مش معترف حتى ب 23، حتى ب 23 مش معترف. يعني انت لا انت بدك تفاوض لحتى تحلي هالمشكل وحتى ترجع تشجعي توتال. بعدين في شغله بس خط هوف ممكن هو يكون الحال، خط هوف هو اللي لك شغله بكل صراحه، خط هوف هو خط مجحف للبنان. ليه؟ لانه هو خط وسط انما اخذ بعين الاعتبار جزيره تخلت، يعني يتناقض مع مبدا القانون الدولي يلي بيقول لك انه الجزء الغير ماهولي او يلي ما عنده نشاط اقتصادي ما فيك تاخذيها بعين الاعتبار.
هو اخذها اعتبرها كجزيره. صحيح، هو يعني هو خط هوف، هو خط وسط، انما عاطي وزن كامل لجزيره تخلي. ما ممكن يكون هو الحل الوسط اليوم بين 29 و 23؟ هو حل غير منصف للبنان. هلا اليوم السلطه السياسيه اخر شيء، هيدا القرار عن السلطه السياسيه. انا اليوم بقول لك هيدا حل منصف، حل غير منصف. خط هوف هو حل غير منصف للبنان، الخط 23 هو حل غير منصف للبنان. حقنا نحن بين 23 وهوف، يمكن هوف افضل. ما نحن هون الغلط، يعني ما بدنا نختار بين السيء والأسوأ. يعني نحن اول شيء خلينا نبين حقنا ونبقي على باب التفاوض مفتوح، يعني ضمن الايجابيه وضمن التعامل البراغماتيكي للبنان مع اذا بدك مع الامم المتحده ومع الولايات المتحده ومع حتى الاوروبيين. انما انت اليوم ما فيك تتخلي عن حقك، بتقولي هذا حقي، انما انا مفتحه على الحلول، لانه اخر شيء الترسيم البحري يختلف عن الترسيم البري. يعني الترسيم البري في جبل لنقول في نهر بين دولتين بيبقى بشكل واضح، انما الترسيم البحري هو اذا بدك يرقى الى 100 سنه لورا، يعني مش اكثر. انما قال له قواعد وقال له اصول وقال له احكام. يعني انت اليوم كمان كل الاحكام الصادره عن محاكم العدل الدوليه هي كمان اذا بدك انت فيك تسندي لها لحتى تطبق عليها يلي شيء انت عم تطبقي. انا برايي يعني السلطه السياسيه بدها تحزم خيارها، ما عادش فيها تبقى بالفلو بالجري، حرام. يعني فوتوا علينا كثير فرص، خذوا قرار وتحملوا مسؤوليتكم تجاه الناس وتجاه ضميركم. خصوصي هلا مثل ما قلت انه نحن اليوم نحن اليوم الدوله مفلسه، يعني اخر شيء حق الكريش يعني التقديرات كانت تبعه قبل ما يطلع سعر النفط كان حوالي 18 مليار دولار، هو حق نسبيا صغير يعني 2.3 تسعة. طيب اذا حق صغير قيمته 18 مليار، كيف نحن اذا بنلاقي شيء اكتشاف تجاري؟ كل المعادله الاقتصاديه بلبنان تتغير. بعدين نحن في شغله اساسيه انه نحن مش اخره الدنيا بس توتال، نحن كمان كنا اطلقنا اذا بدك يعني باب مناقصات تاني او دوري تراخيص تاني كمان هيدي تاجلت. فاذا انت اليوم ترسيم الحدود مش بس بيجيب لك توتال وتوفاتيك، يعني ممكن يجيب لك شركات امريكانيه، ممكن يجيب لك شركات اسيويه، ممكن يجيب لك شركات عربيه. فاذا لا، هيدا مسار مستمر، خاصه اليوم مع أزمة غلاء الغاز بأوروبا، مع أزمة غلاء الكهرباء بأوروبا، مع زيادة الطلب العالمي على الموارد الطبيعية. يعني إحنا كنا بفترة قلنا خلص الانرجي رينوفرابل أو الطاقة البديلة الخضراء هي إذا بدك لح تنزل القطاع أو لح تخلي ينزل قطاع الغاز أو لقطاع بسموه بالفرنساوي القطاع الفوسيل، يعني انرجي فوسيل النفط الأحفوري. إنما اليوم مع الأزمة اللي صارت بأوروبا هيدي اليوم opportunity كبيرة للبلد، خلينا نستغلها. يعني حرام بعد نروح فرصة مثل ما روحنا بال2013 مثل ما روحنا بال2010. فإذا نحسم قبرنا، شو بدنا نتحمل مسؤوليتنا بكل جرأة اليوم، لأنه الدولي واضح، الخط 29 واضح، خلينا نحن نقول هيدا حقنا يا خي. إنما نحن نبقي على باب التفاوض مفتوح لحتى عم بحكي ضمن الواقعي وضمن البراغماتيك. يعني بنثبت حقنا بعدين بنرجع بنفاوض، ممكن نقبل بال 29 وممكن لا. طيب شو اللي بيمنع اليوم نروح على مناقصات بغير بلوكات؟ اول شيء الجو العالم، ما تنسي انت سنه الماضيه بازمه كورونا يعني برميل النفط صار نيجاتيف بفتره من الفترات، صار نيجاتيف سعر برميل النفط. كل الشركات العالميه الاستثمارات المستقبليه تبعها كنسلتها وقفت، لانه ما بقى لها مصلحه اذا اليوم العرض هو اكثر من الطلب، ما لك مصلحه انت تنقبي على شيء جديد، لانه هيدي بدها ميزانيات. يعني نحن اليوم البئر بيبلوس يلي حفر بالبلوك راب 4 كلف حوالي 80 مليون دولار لشركة توتال، يعني هاي استثمارات بدها موارد كبرى. هلا اليوم هيدا عم نحكي لانه رجعنا وصار في ارتفاع لسعر النفط كثير منيح. اليوم نحن في امكانيه نرجع نكمل، في امكانيه نرجع نكمل مع توتال ونكفي بدور التراخيص الثاني، لانه هيدي كانت احنا اطلقناها ديجا. فاذا بدك انت تبادر، خلينا نسكر هالموضوع الحدود هيدا لحتى ما عادش حدا يكون عنده حجه انه لبنان منطقه نزاع. يعني تخيلي انه بدل ما نحكيها نحن الاسرائيلي عكسنا اياها، نحن منطقه نزاع، نحن ما خلينا نقول عنهم هن نزاع، وهو اذا بدك عم يستفيد من هالموارد. وهلا كمان عنده مشروع غازودوك ثاني مع الدوله المصريه، خط غاز ثاني مع الدوله المصريه، يعني وعم بيصدر غاز للاردن وعم يستفيد من الأزمة الكبرى. يعني طيب نحن بالعكس بعدنا ناطرين، علقانين بانقساماتنا الداخلية للأسف. الدولة مفلسة، يعني ما عم فيها إذا بدك تحل موضوع بسيط مثل موضوع الكهرباء. يعني موضوع الكهرباء تخيلي نص المديونية حطيناه على الكهرباء وكهرباء مش موجودة، وهي أبسط ما يكون، يعني ما بدها هالقد فزلكي موضوع الكهرباء. فلنذهب كمان موضوع الكهرباء إلى شراكة مع القطاع الخاص. يعني ليش هالقد مأخرين الشراكة مع القطاع الخاص؟ الدولة جربناها، يعني تركيبة الدولة المركزية جربناها ما نجحت. طيب في اليوم عندك قانون شراكه مع القطاع الخاص، لماذا التاخير؟ فلنبادر، بدها جرأة اليوم. ما عادش فيكي يعني اليوم انت بزمن ازمه كبرى ما فيكي ما فينا نشتغل، لانه عامل الوقت عم بيكون عامل عم يحرق طبعا. يعني نحن اليوم فينا نقول انه اذا ما انحلت قصتنا مع الحدود ما فينا ابدا نستفيد من الغصب ولا بلوك من اي بلوك. بتكوني انت عم تضعفي احتمال استفادتك من هالموارد، لانه الشركات ما رح تكون محمسه تجي لعندك، رح نشوف هالتهافت لانه وضع امني. صحيح، لانه انت عمليه منطقه نزاع. يعني بدل ما تعكسيها انت، بدل ما تستعملي هالورقه ورقه ضغط على الاسرائيلي ويصبح هو المشكل بملعبه لحتى يركض يلاقي حال،
أنت اليوم غرقاني بهمومك الاقتصادية والأمنية والخراب الاقتصادي والهجرة المخيفة، وما عم فيك تستفيدي من هالمواريد، خاصة هلأ اليوم مع الظرف الجديد المستجد اللي هو ممكن يكون باب خلاص لبنان، سعر يعني ارتفاع سعر النفط العالمي وحاجة أوروبا للغاز. آخر شيء أنت هالغاز تبعك كمان بدك تخديه، عندك اكتفاء ذاتي إن شاء الله إذا لقينا، ومرحلة تانية بدك تصدري، لمين بدك تصدري؟ إذا الأردن اليوم ومصر عم بياخدوا من إسرائيل، أنت لمين بدك تصدري؟ فيك تصدري لتركيا، فيك تعطي سوريا إذا سوريا كان عندها حاجة، والأكثر شيء منطقي تبعتي الغاز لأوروبا. يعني للأسف نحن شاطرين كثير بتضييع الفرص. صحيح صحيح للأسف. خلينا ناخذ فاصل إعلاني قصير ونعود بعدها لمتابعة هذا الحوار. عودة لمتابعة الحوار مع ضيفي دكتور شربل السكاف، أستاذ جامعي وخبير في شؤون النفط والغاز، مرة جديدة أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم شفنا الرئيس ميقاتي بالعراق لمتابعة أكيد موضوع النفط، لأنه معه كمان اللي هو عباس إبراهيم. ما بعرف قد الناس حست بموضوع النفط العراقي، ويعني صار ما بعرف وين صرنا بأي مرحلة من المناقصات باستبدال النفط وغيره. هل اليوم نحن بحاجة إلى المزيد؟ رايح الرئيس ميقاتي يطلب بعد؟ يعني طبعا نحن بحاجة للمزيد، لأنه نحن بالأساس موضوع النفط العراقي كان هدفه إذا بدي يعوض نقص يلي رح ينتج عن ترك البواخر التركيه، انما وقعنا بمشكله ثانيه، انه اذا نزل الانتاج كهرباء لبنان تحت 500 ميجا ما بيكون في استقرار على الشبكه. كمان احنا ما بدنا ننسى شغله، يعني انفجار 4 آب، انفجار بيروت المشؤوم، دمر شبكه التحكم تبع كهرباء لبنان يلي هي موجوده على النهر، واللي هي كانت اساسيه بدوزنه الطلب بين الانتاج وبين المعامل. يعني صار في كذا مشكل تقني اذا بدك، ما خلينا فعلا نشعر باهميه الغاز او العراقي. النفط العراقي. من هون إذا بدك إجا موضوع الغاز المصري، أنه أنت اليوم لحتى تحافظي على حد أدنى من 500 ميجا لتأمن الاستقرار، بدك إضافة لهالنفط اللي بيجي من العراق اللي أنت عم تعمله سواب بجريد A وبجريد B وبجازويل، بدك كمان أنت مورد تاني لحتى على القليلة موضوع دير عمار يعطيك 400 ل 450 ميجا، لحتى ساعتها أنت هالنفط العراقي تحطيه بالزهراني أو بالزوق أو بمعامل تاني لحتى تحسي، يعني بيكملوا بعضهم إنه الغاز العراقي المشكل ما حس اللبناني بأهمية إذا بدك النفط العراقي، لأنه وقعنا بمشكل تكنيك، أنه إذا الانتاج تحت 500 ميجا الشبكة ما عم بيكون فيها استقرار نتيجة عدة عوامل، منها كمان إذا بدي غياب تحكم مركزي بالشبكة، يعني هيدا خسرني بانفجار 4 آب للأسف، وما قادرين نرجع نعمل له صيانة، ما قادرين نعمل شيء، يعني آخر شيء مبنى كهرباء لبنان كله تدمر. اليوم بدك فريش ماني، يعني بدك فريش دولار، يعني لازم الاقتصادية كمان عم ترخي بزلالة على 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 الدولة اللبنانية. من هون أنا اللي عم بطرح أنه لابد من شراكة سريعة مع القطاع الخاص، والإطار القانوني موجود، يعني قطاع إذا بدك قانون الشراكة مع القطاع الخاص بكل القطاعات موجود، فلنبادر. يعني اليوم أنت لتراهني على الدولة ترجع هي تعمل معامل أو 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 حتى اللي كان بكل صراحة، يعني الدعم الخارجي عنده أجندة سياسية، يعني ما حدا رح يساعدك بالبلاش، فإذا خلينا نعتمد إحنا على أنفسنا أقلها بموضوع الكهرباء، نروح لتجربة إذا بدك شبيهة بتجربة كهرباء زحلة، نعمل لا مركزية كهربائية بمرحلة أولى. هلا البعض عم يحكي إنه الرئيس ميقاتي عنده خطة جاهزة وأخذها من فليك على مجلس الوزراء. الخطة الجاهزة هي إذا بدك مضمونة شراكة مع القطاع الخاص، يعني بده يعمل شركة مساهمة يكون الحد الأقصى للاكتتاب فيها 5% وبتفوت مع القطاع الخاص، يعني هيدا يلي عم بحكيه أنا، فلنبادر فورا إلى الشراكة مع القطاع بس الخاص. على أي أساس عندنا المعامل نرجع نرممها نظبطها ولا نرجع نروح على معامل جديدة؟ ما بيأثر، ما أنت اليوم إذا عملت شراكة مع القطاع الخاص أنه عندك إشكاليتين، أنت عندك إشكالية الإنتاج وعندك إشكالية التوزيع والجيبية. يعني أنا اليوم إذا عندي 3000 ميجا وماني عم بقدر إجبي، هاي إشكالية تانية، يعني إذا بدي كمان كهرباء لبنان حتى لو هي عم بيع كهرباء رخيصة إنما ما عم فيها تعمل جيبية، هيدي إشكالية كبرى. طيب خلينا على القليلة نحن إذا بدي نلزم الجيبية بتصبح المعامل وموضوع رفع التعرفة، موضوع رفع التعرفة يعني للأسف، لأنه هيدا كمان شرط من شروط التفاوض كان مع صندوق النقد، مش بس هيك هو شرط من شروط إذا بدك التوازن المالي بميزانية كهرباء لبنان، يعني كهرباء هيدا الدعم المستمر. صحيح، يعني إذا بدك هيدا كان لازم ينعمل تدريجيا، ما نتركه علم التسعينات لنوصل له لليوم مفاجأة، بس لا مفر منه. يعني آخر شيء البلد نحن اليوم حتى بدنا نكون صريحين مع الناس، في مرحلة ألم، في مرحلة وجع، في مرحلة فقر، بقدر نحن ما بنتكتف مع بعض وبقدر ما بيكون في توافق سياسي على هالمرحله، بقدر ما هالمرحله بتكون اقصر. اذا كفى الانسان السياسي مرحله الفقر رح تطول للاسف، هيدا المشكله، هاي المشكله الكبيره اكيد. انما تخيلي اليوم قد ايه عم نتكلف نحن، يعني اليوم موضوع سعر صرف الدولار، طيب انت اليوم صارت كل المشتقات النفطيه تبعك عم تأمنيها من السوق السوداء، وهيدا اذا بدك عامل اساسي بارتفاع سعر صرف الدولار، فاذا بدنا نلاقي حل سريع لمشكله الكهرباء، ما فينا نكفي هيك، ما فينا، والا الدولار ساعتها ما له سقف، بظل انقسام سياسي، بظل حكومة كمان مشلولة. يعني اليوم حكومة الرئيس ميقاتي
ما فيها تجتمع. طيب وبوقت اذا بدك في ملفات بدها قرارات، موضوع ترسيم الحدود، موضوع الكهرباء، موضوع الحياه اليوميه. يعني هل يمكن اليوم بدل النقل صار اكثر من المعاش الاساسي للموظفين؟ طب كيف بدها تكفي هالمؤسسات؟ كيف بدها تكفي هالشركات؟ من هون اذا بدك بنشوف زياره الرئيس مئات اليوم للعراق، لحتى في محاوله لتعزيز الاتفاق يلي وصله مع رئيس الوزراء القازمي كمان مشكور، يعني لحتى اذا بدك نقدر نعلي ساعات التغذيه، نوصل لاول السنه يعني يكون عندنا حوالي 10 ل 12 ساعه تغذيه بال 24 ساعه. طيب بالمقابل عندنا الغاز المصري اللي يفترض الغاز المصري كمان ناطرين الصيانه وناطرين التمويل. ليكي موضوع الصيانه موضوع هين منه صعب، بس بياخذ وقت. اذا الاراده السياسيه موجوده كله بينعمل. يعني انت اليوم فيك تعملي كذا شيفت، بده 24 ساعه فيك تعمليه ب 12 ساعه. انا برايي تقنيا ما في مشكله، ودجا اصلا الغاز المصري تدفق الى الاردن، يعني اذا بدك عم يوصل لاول جنوب سوريا، يعني من الاردن الى سوريا الى ما في مشكله. يعني هو اصلا بالاساس كان عم ينعمل سواب، يعني كانت مصر عم تعطي غاز لسوريا، وكانوا السوريين عم بيعطونا غاز من منطقه حمص عبر خط الغاز العربي. يعني بياخذوا من الغاز المصري وبيعطونا غاز من عندهم، او حتى في يدخل غاز من مصر يعني اردن سوريا يوصل لعنا. يعني اذا بدك الخط الغاز العربي هو من الشريعة العربيه القليله يلي كانت ناجحه فعلا، واللي كان عندها صدى اكثر من ممتاز، ويلي هلا اليوم اذا بدك يمثل اوبورتونيتي للمين حتى يقدر يستفيد منه. الغاز المصري مثل ما تفضلت وقلت لك انه هو رح يوصل لدير عمار. يعني دير عمار ممكن يعطيك 450 ميجا، اذا اعطاك 450 ميجا صبحتي انت مع النفط اللي عم يجي من العراق طلعتي تقريبا حوالي 1200 ميجا، بلس طبعا الكهرباء يلي بدها نستجرها من الاردن. كمان احنا في مشروع كمان عربي كتير ناجح هو مشروع الربط الكهربائي، بدا اساسا بين خمس دول يلي هي ليبيا، مصر، الاردن، لبنان وسوريا، وتوسع بعدين يعني شمال العراق وشمال حتى دول الخليج. اليوم كمان هيدا اذا بدك ممكن يأملنا حوالي 250 ل 300 ميجا عبر منطقه الدبوسيه جنوب دمشق. كمان هون اذا بدك في اضرار فيها، يعني خط النقل الاردني السوري في اضرار فيه، انما اذا في اراده سياسيه الاضرار بيتم تصليحها بوقت جدا سريع. بدنا تمويل هون اذا بدك لحد هلا بعد مش واضح. صحيح، هون دور البنك الدولي، يعني البنك الدولي حاضر وجاهز لحتى اذا بدك يساعد يامن خطوط ائتمانيه للدوله اللبنانيه، يمول اذا بدك ثمن هالغاز هيدا يلي ممكن الدوله اللبنانيه تقدر تستجر وتستفيد منه. بقى اذا بدك في حلول، انما بدها قرارات وبدها طيب. اليوم بحر احنا على موضوع السواب انه ناخذ احنا من سوريا، كمان هون بدنا استثناءات جديده من الامريكان، صح؟ صحيح، الامريكان دجال يعني الاراده الامريكيه واضحه، يعني ما كان حدا حكي بالموضوع لو ما في ضوء اخضر امريكي، واللي اكد عليه مجددا أموس أوكشتاين باجتماعه مع دوله الرئيس نبيه بري. يعني نحكى بالموضوع انه لابد من استثناء لبنان بموضوع مرور الغاز وموضوع الكهرباء، من استثناءات من القانون الايسر، لانه اخر شيء يعني هل في اراده طرق الدوله اللبنانيه اليوم؟ اذا انت ما عندك طاقه معناتها الدوله خلص ما انهرت. يعني وحتى اذا بدك يعني الكلفه، يعني المشكله اليوم انت الديزل كلفته عاليه، المولدات اليوم اذا بدها تولد على سعر تنكه ديزل 13.5 او 14 دولار صبح حق كيلو الوات مش تحت الخمسة أو 6000 ليرة. مين أي بيت اليوم قادر يدفع مليونين أو 3 مليون ليرة؟ عم يدفع بس لأصحاب الاشتراك وأصحاب المؤسسات. ما هيدي بس هي كلفة على الاقتصاد ككل. يعني صح. أنت اليوم آخر شيء هالديزل يلي عم تحرقيه هيدا كلفة اقتصاد، لأنه عم بيخرج من عندك الدولار الأمريكي، وأنت ما عندك اليوم حاليا بظل إفلاس الدولة ما عندك انتظام بالتدفق النقدي، يعني ميبي. عم بيطلع من عندك دولار، عم بيجيك دولار، بس هالدولار يلي عم بيجيك ما عم فيك تستعمليه أنت لتمولي احتياجات القطاع الخاص أو احتياجات الدولة. هيدا إذا بدك كله سوا من وقتها ما اتخذ قرار اذا بدك اعلان توقف عن الدفع. يعني توقف عن الدفع كانت نتيجته المباشره عدم امكانيه استغلال كل دولار يدخل الى البلد بطريقه منتظمه. يعني عم تجي هالدولارات، مشكورين المغتربين هون بدنا نوجه لهم تحيه، يعني اليوم عم يوصلنا حاليا بين 6 ل 7 مليارات دولار سنويا، انما هالدولارات هيدي عم تروح دغري لجيوب الناس المنازل، ما عم فينا نخليها اليوم نحن بالقطاع المصرفي لحتى نقدر نستعملها بمحلات تاني او نمول منها احتياجات تاني للاسف. دكتور لما حكينا عن الغاز المصري كثير قرينا وسمعنا انه مصدر هذا الغاز المصري هي اسرائيل، وبالتالي نحن عم نستجر هذا الغاز عبر مصر. ليكي هي اصلا يعني مصر عندها يعني عندها كذا حقل غازي. هلا هي نقطه اذا بدك الالتماس اللي صارت انه كل شيء يمر عبر منطقه العريش. يعني في اذا بدك حد المتوسط في منطقه اسمها العريش. الخط الغاز العربي بيمر من العريش الى العقبه وبيطلع من العقبه الى الاردن فسوريا فلبنان. الاسرائيلي كمان بيضخوا غازهم بيوصلوا لمنطقه العريش، انما الغاز الاسرائيلي كان هدفه الاساسي اذا بدك هو التسهيل. يعني اليوم مصر ما عندها حاجه فعليه للغاز الاسرائيلي الا بهدف واحد، لانه كمان في شغله ما حكيناها،
الأوروبيين اختاروا مصر كهب انرجيتيك لكل المنطقة، يعني كعقدة طاقة لكل المنطقة. عملوا فيها معامل تسييل، معامل تسييل يوصل انت الغاز بشكل غازي بشكل وبيتحول الى ليكيد، وهيدا الهدف الاساسي من ضخ الغاز الاسرائيلي لمصر. يعني هي عندها معامل التسييل، يعني حتى الاسرائيليين ما قدروا عنه معامل تسييل، الابارصه ما قدروا عنه معامل تسييل. بس بعدنا يروحوا على مصر، وين عم يروح هذا الغاز؟ هيدا ساعتها بيتصدر الى السوق الاسيوي او الى السوق الاوروبي. هلا بتقولي لي انه ممكن هالغاز، انا شخصيا استبعد بكيكي بصراحه، يعني لانه هيدا موضوع تقني اذا بدك، لانه هالغاز عم تضخيه انت من اسرائيل الى مصر، بده يتجمع بمحل معين. هلا ممكن المصري يرجع يضخ منه، انا استبعد صراحه، يعني فرضيه ما كثير، يعني لا بتقدم ولا بتاخر اخر شيء، لانه اخر شيء مصر هي عندها مواردها وعندها ممكن غاز. هي انه تامن حاجه السوق من المحلي اكيد، لا اكيد طبعا. الغاز الاسرائيلي يعني كان هدفه الاساسي هو اذا بدك من حق لوفاتيان، يعني اللي اكتشف عام 2010، هو هدفه ينضخ الى مصر بهدف التسييل، بهدف اعاده تصديره الى سوق الاسيوي او أوروبا. الى سوق الأوروبا. يعني نحن اليوم بنجيب غاز مصري بيمرق عبر هذا الخط العربي. اكيد الخط العربي بيطلع منطقه العريش، بيقطع بسيناء، العقبه، جنوب العقبه، وبيلف من تحتها الى الاردن فدمشق وصولا الى حمص. هلا ممكن نعمل سواب مثل ما حكينا، ممكن انه الغاز المصري يوصل الى سوريا، وسوريا تعطينا من منطقه حمص غاز من عندها، يعني بدون ما يكون عم يوصلنا غاز مباشره من مصر، انما هيدا اذا بدنا اي اسهل اثنيناتهم فزاب. يعني احنا بال 2009 كنا عم ناخذ غاز سوري، كان بالمقابل السوري عم ياخذ غاز مصري، يعني عم بيبادل مقابل، هيدا بسموها سواب. نحن بالنسبه لنا هي ذاتها بهمنا يوصل الغاز الى دير عمار، لانه اول شيء حتى نقدر ننتج هال 450 ميجا، وثاني شيء لنحقق وفر، لانه بتعرفي انت اليوم انتاج الكهرباء على الغاز هو اقل كلفه من انتاج الكهرباء طبعا على الديزل او على الفيول جريد اي او جريد بي. قد ايه برايك بدنا وقت اذا رحنا على الصيانه وغيرها؟ انا برايي اذا صفت النوايه والاراده السياسيه موجوده كما يبدو الى الان، ممكن اول سنه يكون عندنا اراده سياسيه محليه ودوليه، صحيح، او اقليميه، صحيح، يعني محليه اقليميه ودوليه. بعتقد اول سنه بيكون عندنا 10 ل 12 ساعه كهرباء، الا اذا صار تعرف يعني بلبنان برد المفاجات، يعني للاسف عم نحكي هون مصر، عم نحكي مصر، غاز من النفط من العراق، صحيح، وعم نحكي ربط الكهرباء من الأردن، صحيح، يعني عندك تقريبا 250 ميجا من الأردن، هو الخط بيوصل 500 ميجا، إنما محطة تحويل بكسارة يعني بالقرب من مدينة زحلة بتاخذ حوالي 250 ل 300 ميجا ماكسيموم، إلا إذا كبروها، بس هي بدها وقت. فإذا عندك 250 ميجا من الأردن، عندك دير عمار حوالي 400-450 ميجا إذا وصل الغاز له، وعندك البقايا بدو يتأمنوا من الفيول العراقي. وهذا يعني فينا نحكي ساعتها انه ما بقى الدوله رح تتحمل اعباء فيول اضافي مثل هلا عم بيصير، ونفتح سلف هون ساعات. اكيد اكيد، هي اصلا مبدا السلفي مبدا خلص، يعني احنا عم نروح على حلول، ثلاث حلول بديله، ونلغي هيدا الحال اللي كان عم بكلف يعني الدوله اعباء. اذا بدك الخطه الحاليه هي شو هي؟ انه نحن من هلا لشهرين بنجيب الكهرباء 12 ساعه، بننزل الطلب على الديزل، بنخفف الكلفه الفاتوره اذا بدك الكهربائيه على البلد، وبنفس الوقت بنبلش نعلي التسعيره. بس الاساسي هون يلي بده يطلع مجلس الوزراء هو اذا بدك موضوع الشراكه مع القطاع الخاص، يعني هيدا حل كتير منيح، انما الحل الاساسي يبقى انت اليوم كيف بدك تسكري هالجاب الكبير يلي هي حوالي 2000 ميجا، يعني انت اليوم حاجه البلد حوالي 3500 ميجا حسب طبعا فصل الشتاء او فصل الصيف او حسب الطلب. يعني عندك انت حلين ماشيين باريل مع بعضه، اول حل هو الكهرباء الاردنيه، الغاز المصري والفيول العراقي، هيدا بس حتى ترجع توصل ل 10 ساعة نكمل المشروع، وبالمقابل اذا بدك او بنفس الوقت بدك تمشي انت بالموضوع الشراكه مع القطاع الخاص يلي هو اساسي، يعني لبناء معامل جديده، بناء معامل جديده، اكيد بناء معامل جديده او استثمار. يعني انت اليوم عندك كمان هدر تقني حوالي 40-50% بكهرباء لبنان، يعني انت اليوم كل اذا عم تنجي بي عم تخسر دغري 50 قبل ما توصل على البيوت، وال50 ثاني ما عم تلميها، يعني اليوم ما في جيبي للاسف بكهرباء لبنان. كمان هيدي بدك تحليها، هل قادره كهرباء لبنان تجبي؟ انا برايي فلنذهب الى القطاع الخاص، وما عشنا نخاف من موضوع اذا بدك، يعني الدوله خير شيء حسب ما تبين اذا بدك ما عندها اداره، ما انا قادر تدير هي للاسف، يعني ودفعنا ثمنها كلنا سوا، يعني هي فشلت وفشلت القطاع الخاص معها. يعني اليوم شو المشكل انه الدوله استدارت من القطاع الخاص، غرقت هي وغرقت القطاع الخاص معها. فلنكسر اذا بدك هذا السيكل وننطلق الى مرحله جديده كليا مختلفة. صحيح، بخصوص انه الدولة ما بقى عندها مصادر تمويل اصلا بطبيعة الحال، فنحن بحاجة الى هذا القطاع الخاص. اهلا وسهلا فيك دكتور شربل، شكرا لوجودك معنا في تلفزيون لبنان. الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء.